الآن أصبحت عندنا فكرة عامة عن كيفية هيكلة البيانات داخل الفايربيس. الآن خلينا نفتح بروجكت جديد ونقوم بتنصيب المكتبة اللي راح نبدي نعتمد عليها في العمل، وأيضا نبدي نتصفح إلى المكتبات الأخرى الخاصة في الفايربيس. فخلينا نبتدي بروجكت جديد على أساس يكون عندك سي شارب أبليكيشن، ويندوز، ويندوز فورم أبليكيشن، ثم لنعطيه الاسم فايربيس. اوكي، الان طبعا لتنصيب المكتبة فاحنا راح نذهب الى الاضافات او نوجت باكج مانجر. فخلينا نذهب الى سوليوشن اكسبلورر متصفح المشروع، كليك كيمن عليه بهذا الشكل، ثم اذهب الى اعدادات الباكج. الان مجرد انه تروح على البراوز تعمل بحث على فاير بيس، فراح تعطيك الريزولت، مجموعة طبعا من النتائج الخاصة في الفاير بيس. اللي يهمنا طبعا هو اللي النمط الويندوز 4. فلو تلاحظ هنا عندك فاير بيس ادمن، وتلاحظ انه عدد التحميلات هو 440 كي، فهذا عدد جدا كبير، اللي هو تقريبا اكثر مكتبة الان مستخدمة اللي هي الفاير بيس ادمن. فهي فاير بيس، وتلاحظ انه لو تنقر عليها بهذا الشكل تروح على الاوبشن مالتها انه الاذر هو جوجل، شركة جوجل. ايضا لو تلاحظ انه عندنا اصلا ما تسمى بالفاير فاير شارب. اوكي، مكتبة الفاير شارب ايضا تعتبر عندك مكتبة جيدة، اذن هي فور الدوت نت. فاحنا اللي انت تستطيع طبعا تعتمد على اي مكتبة تستخدم الادوات اللي فيها، سواء كانت فاير بيس، فاير بيس ادمن، او فاير شارب، او اي مكتبة اخرى. اللي يهمنا طبعا انه انت تستفاد قدر الممكن من هذه المكتبة في التواصل مع الفاير بيس واستخدامها بالبرنامج مالتك. طبعا الان احنا راح نقوم في تثبيت الفاير شارب، وطبعا هذه راح تعتمد في عملية التواصل مع الريال تايم داتابيس. فاحددها بهذا الشكل ثم اعمل عليها تثبيت، وراح تلاحظ انه راح يثبت لك مجموعة من الامور مضمنة فيها الفاير شارب. طبعا لاحظ هنا عندك نيوتن سوفت دوت جيسون، ملف جيسون، وايضا عندك الريست شارب، وايضا عندك الفاير شارب والفاير شارب دوت سيريلايزيشن دوت جيسون نتس. الان انا حق اوكي، واتاكد انه كل شيء يكون عندك في الاسفل تمام بعد ما تنتهي عندك عمليه التثبيت بنجاح، انه يعطيك فينيش. فالان لو ترجع على ايش، ترجع على سوليوشن اكسبلور ضمن الريفرنس، راح تجد عندك انه تمت اضافه عندك الفاير شارب.